مساء الخير عليكم اخي. قلت لكم في الفيديو اللي فات قلت لكم باللي راني ما نشطحش في الدار لانه يشوفوني العديه، واذا شافوني العديه تروح الهيبه، لهذا رايح نشطح في قلبي. الحلقه الاولى ديما سنطراش، من بعد تعود تقولوا لي اولا حبستها اولا حبستها لا لا على قلبك برد قلبك. الحصه والعدد الاول اليوم ان شاء الله بالبركه عليا وبالبركه عليكم. امام الناس اللي تستنى في الميساج نتاعها، تستنى في الفيديو نتاعها، وتستنى في لي فوا لي ميساج فوكال نتاعها، راح نوريهم في الميسيون طبعا، راح تشوفوهم وتسمعوهم وتعطيونا رايكم في لي كومونتير. هيا روحوا من هنا يا ورام تقاشر. شوفي تاع الصباط برك ويقول لك لا تجي تروطار يا باش تلقى فرشة التقشير برك لازم لك نهار. كما فهمتكم في الفيديو اللي درت هذوك اللي كرهتوهم انتوما، انا راح نعيط لكم، انتوما تبعثوا لي النيميرو تاعكم تاع التليفون في الايميل، انا نعيط لكم باش تطرحوا اشغالاتكم وتبردوا قلوبكم. حنا تعيط عندك بروبليم اطرحوا وجيني باحترام هكا مع هذاك الناس اللي يتفرجوا فينا. راه نعيطوا الاول اتصال، بسم الله يا ربي. يقولوا لك عيط انا بس ما يهزوش الله يهزو. نروح لواحد اخر، نروح لواحد اخر، فهمتوا؟ بعثوا لي النيميرو التليفون تاعكم، عنده بروبليم باش تنبردوا له قلبه هنايا باش ما نعطيوهش الحل. ربما تتلاقى مع ناس في الكومنتير يعطيوك الحل، ممكن بس مليح بزاف. والله كنت حطيته في الاشارة. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الإكرام. واش راك اختي لاباس؟ تقدر تقول أنا لاباس. الحمد لله الحمد لله، قولي الحمد لله. الحمد لله. هايا كنت بعثتي لي قلتي لي عندي مشكل وراني قلبي راهو مغدد وكذا وكذا وكذا. راكي في المباشرة راكي في حصة تبرد قلبك، الناس الكل راهي تسمع بيك وبردي قلبك. بصح خلينا من الهضرة تاع البوليتيك هذيك وتاع لا لا حصرت قلبي تاع الصح اليوم. تفضلي. صح 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 راه قلبي مغدد كما يقولوا. صح يا خويا يا خويا. ساعه قولي لي البروبليم هذا مع لا فامي في الخدمه برا الداخل وين؟ لا لا انا عندي غير في الخدمه، عندي بروبليم تاعي انا غير في الخدمه. كتغيب نهار ينحي لك ثلاث ايام. تغيب ساعه يدير لك امر بالانضباط. تخلقت ثلاثة ولا أربعة أمر بالانضباط يدير لك توقيت النهائي. ايه فهمتك. هي انا صح يعني هو يقول لك تخدمي تخدمي ثلاث ايام زياده تلقاي الشهريه هي تزرطي نهار ينحي لك سبع ايام. بزاف اخويا بزاف راهي عندنا عائله نوكلوا فيها. هو يقول لك كاين واحد المثال واحد الحكمه يقول لك باللي المدير يجي على العشره يدير كيستيونير الخدام يجي على الثمانية ونص. بصح المشكل هنا قولي شكون اللي قال له باللي انا جيت على العشره؟ ايوه هذا هو هذا مين انا في صلب الموضوع هذا هو اللي هذا هو اللي راه مخلي لي قلبي مغدد. هذا هو اللي مخلي لي قلبي مغدد. على بالك نقول لك انا نشوكها في ناس رانا عايشين في غابه نخدموا قدام نقول لك رانا نخدموا في غابه طاق على من طاق تغلط يعطيك الحس تغيب في وسط غيره والمشكل كبير تهدر ربع كلمه بنيتك تلقاها وصلت له عجب وشكون المشكل شكون الرجاله اللي بهم ناحيه للدويري انا مراه ما نديرش واش يديروا هما قالت لك نساو ما نديروهاش الله قلت الهضره زينه تلقى الهضرة من هذا لهذا من هذا لهذا تلقى يحفرك تلقى يدي من يجيب من يحط من كلمة واعرة هذه تاع الرجال كان شي رجال شي رجال ماشي كامل ولا هو شعر حشاهم رجال ولا راهم يسمعوا فيا حشاهم رجال نشتيكم انه كاين اشباه الرجال كاين اشباه الرجال يجيبوها خدمة وما فهمتش انا على واه يديروا هكا انا ما درتش واش داروا هما بخستوا بينا يا اختي يعطيك الصحة. شكرا اختي يعطيك الصحة على الاتصال. الميساج تاعك وصل راكي تهضري على الواشي هذا اللي وصل الهضرة يدي الهضرة ويجيب. أنا بدي هذي حبيت نقول لك حاجة طيب واحدة برك ونختم بها هذا اللي راك تتصل في الهضرة للمسؤول ماذا بي خويا تخدم كارلاشتك برك؟ شفت؟ قالت تخدم كارلاشتك برك يا شيخ. بارك الله فيك اختي. يعطيك الصحة وشكرا. الله يحفظك. سلام اخويا. عايش. سلام. سلام. ها يا شيخ واش تقول؟
تالي راك تبيع في الخدامين وتدي وتجي في الهضره وتقطع في ارزاق الناس. ها يقول لي حبابك هما راهم يخلصوا فيك كاس خدمه واحده، وعلاش راك تخدم زوج خدمات؟ الاولى بيع والدوزيام خدمتك. يا وخدم خدمتك بركات عليك. كيفاش انت راهم يمدوا لك ان دينار وبيع نمبر 1؟ ما تحشمش على بالكم باللي كرهتوا الناس الخدمه، ولا على بالكم الناس كي تروح تخدم تفكر باللي حيشوفوا العباد ديك كيما انتوا يكرهوا كاع الخدمه. شوفوا اتصال واحد اخر والله، اعطيونا مويها اعطيونا وراهم اعطيونا مويها اعطيونا مويها اعطيونا قهوه اعطينا عفسه اعطينا نهار نجيو نخطبوا القهوه داخله خارجه كيات كيزوز، ونهار نديروا الدار تولي قهوه متقرعه ما مكانش حتى نهضروا. نروح نشوفوا اتصال واحد اخر، ربما كاين انسان واحد اخر يحوس يبرد قلبه. نعاود نقول لكم انتوما ما تتصلوش، خليوا لي النيميرو تاعكم في الايميل تاعي انا نتصل بكم، غنديروا اتصال واحد اخر نشوفوا واحد اخر يبرد قلبه. قالي والله اليوم ما يفريا طول سا ديبون، شوفوا ان شاء الله على من نطيحوا. اي ساعه تطيح حاجه انا في الدار، انا في الدار تسمى كي تطيح حداب والله والله كاس والله نورمال فوق ظهر تبداش تقول لي سي با بروفيسيونيل. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. معكم مراد صبلي. وي مرحبا بك. الله يبارك فيك خويا، شوف راك على المباشر راني نسجلوا في الحصة تاع برد قلبك. اعطيني خويا البروبليم تاعك وشني لخص شوية برك باش ما نطولوش على الناس. انا وي معليش انا هي قصتي طويلة بزاف، مي نعطيك شوية كما يقولوا كنا. شوف انا عندي الوالد تاعي معاق. ربي يجيب الشفاء. انا نسمع نسمع كمل. يا رب. وعندي الوالدة ثاني مريضة ما تشوفش عينيها بياضوا، وكما يقول لك بابا ما عندوش كما يقول لك لا مدخول لا والو، وعندي تسمى عائلة كل مريضة. ربي يشافي ان شاء الله. امين يا ربي، تسمى ما عندنا لا مدخول لا خدمة لا والو. بو انا بعثت لك على اساس حاجة واحدة، ماني طالب لا طوارئ لا والو، الحمد لله. انا طالب حاجة واحدة كما يقول لك من مالين الخير. اني كما يقول لك كش ما نلقى خدمة كما يقول لك معليش انا من قال ما زعما علاش انا كنت نلقى خدمة كما يقول لك في بلاصة كما يقول لك بعيدة ولا حاجة معليش نروح انا لجل والدية كما يقول لك نقدر ندير أي حاجة. بو أنا حبيت نكلم حلال. صح. هذا ماني حاب أنا كما يقول لك حاب المالين بخير ومالين تسمى لي عفو ربي سبحانه وأنا ناس بزاف قالوا لي نشوفوا لك ونشوفوا لك وتسمى كما يقول لك وصلوني حتى الألجي وتيزي وزة وقفلوا عليا التليفونات. لا حول ولا قوة إلا بالله. قول لي خويا اسم الكريم كيفاه اسمك؟ اسمك برك. الاسم الكريم ها؟ صديق. صديق صديق انت في في قلمه فيلا؟ لا انا شوي خارج من قلمه شغل في بلديه. ايه خلاص شوفوا خويا احنا يعني نحط معليش نحط النيميرو التليفون تاعك. وي نورمال معليش. خلاص النيميرو تاعو ها هو لهنا دوك يجيني لهنا تتصلوا به. يعطيك ساعه صديق ما تطوليش على خويا. بارك الله فيك. استناني بارك ربي يحفظك. استناني نداء نتاعك خويا في الحصه تاع برد قلبك. ربي يجيب ان شاء الله، ربي يجيب الخير ان شاء الله، وربي ان شاء الله يشفي الوالد والوالده وسلموا سلم عليهم بزاف. ربي يحفظهم ان شاء الله. ربي يبارك فيك وربي يحفظك ان شاء الله. بغير مزيان بغير مزيان اخوي بغير مزيان ان شاء الله. هيا بسلامه اخوي. بسلامه بسلامه. كاين رجال كاين رجال سورتو في قالمة سورتو في قالمة كاينين رجال، وانا على بالي من هذا المنبر من هذا المنبر على بالي بلي 24 ساعة 48 ساعة الأكثر الصديق راح يكون خدام. الصديق ما طلبش منكم إعانة مالية، ما قالكمش اعطيني دراهم، ما قالكمش سلكوا لي عملية جراحية، ما قالكمش اديوني لفرنسا ندير عملية، ما قالكمش اشري لي دواء. الصديق طلب حاجة شريفة، طلب خدمة. بابا قال لك معاق والوالدة تاعو ما تشوفش، يعني السيد ما طلب والو. انا على بالي بلي بربي ان شاء الله بربي ان شاء الله في كلمه كبيره وفيها رجال، على بالي بلي من 24 ساعه ولا 48 ساعه بربي ان شاء الله ماذا بيا نسمع خبر مليح على الصديق. ماذا عطينا ميه جات في ورقه ريسيتي. ايه شفت كيفاه ولينا صدمه كبيره. قداه فيها؟ مليون و300. ايه بحال حمام انا الشوارات نهار كلهم يجدوا في شعورهم او في الصيف قسما بالله غير في الصيف كيما يجي الصيف 40 درجه مسكر على روحها الشمره ويقول لك اقدر عليها. واش تقدر عليها بن عمي؟ خاوتي وخواتاتي بقى لنا روبريك واحد اللي هو رايح نقرا لي ميساج نتاعكم اللي بعثوا لي، رايحين نقراهم مع بعض ونكومنتيو عليهم. هيا دوك نولي. هذا ليميسيون عاود نقول بلي هي برعايه ادامس. هكذا مانيش رايحين نخدموا. هيا روح ها هاي بابا هاي تاع بابا يا بابا باي بابا 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 هيا روح لي دوك نمشي تروح.
نداء واحد اخر، هذا نداء ثاني من عند واحد وقفت الدنيا كونترو وعطاته بظهر كما يقول لك. موسى هذا نعرفه انا شخصيا، كان في وقت ما جاري، اليوم شفته في واحد الحاله، ربي ان شاء الله يكون معاه وان شاء الله انتم ثاني تعاونوه. اسمعوا النداء نتاعو، نجبد روحي شويه هكذا ونسمعوا النداء نتاعو. سلكنا الجمال مازال برك، سلك غير جمال برك اللي عطاهم السيد مديرهم. السلام عليكم، هاو معنا خونا موسى. موسى راه محتاجنا اليوم، محتاجنا السطيف ميم خارج السطيف. موسى قول لي واش خاصك خويا؟ اصوات الكراب والكاميرا. انا مدينا السيد جوج ملايين، جابوها منها واحد ومازال يستناو باب ربي يعني. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. ما نسناكش شنو عيطونا الناس يعني، نزيدو تو سلك الكرا وخلاص، هذا ما طالبين حتى حد. انت مريض يا موسى؟ مريض يعني 60 سنه. الله يبارك في عمرك. وعندك المراه مريضه ثاني؟ المراه مريضه مرض القلب. ايه عند القلب؟ ايه. والدار ما كانش؟ ما كانش. عندك شك تكري برك خلاص. كيو برك خلاص. موسى مريض مسكين، عنده مرض مزمن، مرته عندها مرض مزمن، عنده بنو ثاني عنده مرض مزمن، وعنده طفله واحده اخرى، ربي يعطيهم ان شاء الله الصحه والهنا والخير. موسى ما عندوش وين يسكن، ما عندوش شمره، ما عندوش دار، ما عندوش شقه كما يقولوا، ما عندوش ابارتمون. طالب منا باش نتكاتفوا ونتعاونوا ونكريوا له دار. موسى من سطيف، وانا نتوجه الناس سطيف، كاين ثاني الاخيار وكاين الرجال في سطيف، نقول لهم بلي السيد هذا نعرفه انا معرفه شخصيه، نعرفه مليح، كي يروح يداوي يلقى وين يروح. هذه نروحوا للرسائل تبعكم، نروحوا للرسائل كي نروحوا للرسائل تبعكم. فوالا انتم دزيتوا لي دي ميساج، انا رايح نقراها المباشر ورايح الكومونتي. هيا شوف يا يا واه اسمك، نروح نشوف كاش ما كراج وندير فيه الحلقات. اخويا يعطيكم الصحه على الحصه هذه. بون رايح نقرا لي كومونتير تبعكم اللي بعثتوهم لي في الفيديو اللي فاتوا، شوفوا ترى واش كاين واش ما كاينش. فوالا بون نروحوا الاول، هذا شكون؟ هذه امنيه اياد امجد، قالت لك موافق. هذا قال لك تم رفضي من منحة البطالة بسبب أني تسوري 3 أيام فقط في شانطي، للعلم أنا متخرج من الجامعة مطال منذ سنوات حسبي الله ونعم الوكيل. هذا مسكين خدم في شانطي 3 أيام أسيروه، من بعد ما عطاوليش منحة البطالة. من قوانين منح البطالة يقول لك باللي ما كنتش مسيري يعني 3 أيام مدات ما جابتها. نورمالمون هما تعاونوه مسكين، أو قال لك قال لك متخرج من الجامعة مطال. لا حول ولا قوة إلا بالله. أمنية إياد دارت لي هكذا، تحية لك من سوريا. افضل ممثل وكلام مكذبين يا اخي، انتم مكذبين. هذا قد ايش تقول لكم كابتن ديكرون ونحطها هنا. بتوفيق السي رشيد تاع البرلمان. هذا قال لي تشمرتو واقيلا ما فهمتش، هذا كمال القشره قال لي تشمرتو واقيلا. قال هذه فاطمه الزهراء قالت لي يقدر شخص يبعث لك فوكال وانت تبهد له. راني نستنى غير في الضحك، ربي يبارك فيك ان شاء الله. شكرا فاطمه الزهراء، ابعثي لي والله ما انا فضحك، والله ما انا فضحك. هذا مقنين سطيف قال لي مراد دير لنا فيديو على الاساتذه صحابي صحاب لي كور اللي راهم كلاو الزواو العظيم، ماشي كامل مي كاينين بعض الاساتذه ربي يهديهم. شكون اللي حاب يبان عندكم في الوزين ويوصلها حاميه لمول الشيء؟ بالتوفيق ان شاء الله. لي زوم هذاكم باللي لي كومونتير هذو تاعكم اللي الملاح الايجابيين هما اللي يخليوني باش نكمل باش نوقف باش نكمل ليميسيون هذه معاكم الارض كما يقول. حتى لي كومونتير دوك نيجاتيف نموت عليهم انايا، هذوك لي كومونتير نيجاتيف تاع واحد يقول لي كذا، واحد يقول لي انا نقول لكم حاجه، هذوك هما اللي يزيدوا يغلظوا لي راسي، نزيد فاهمين. راك مزير فاروق بالنيه، هذا قال لي راك مزير ما فهمتش، راك مزير ما فهمتش. ان شاء الله نشوفك في سهرات رمضان. هذه لاميا طالب، امي بالتوفيق ان شاء الله، تستاهل كل خير. هيا وقتها تبداو، هيا وقتها تبدا تبرد لنا قلوبنا في هذا الحصه، رانا قلوبنا معمرين. هيا ابداي ميرانو ميسا، هاي بدات الحصه وعيطي لي باش تبردي قلبك. قصير في هذا الروبريك راح نقرا لي ميساج نتاعكم، نقرا لي كومونتير نتاعكم، نقرا كل شيء ونديروهم لهنا في الايكرون لهنا هكذا باش خاوتنا يعاونوا ويزيد يعاونوا ويطلعوا لنا نسبه المشاهده، لانه هذه ليميسيون بكم وليكم. طبعا هي برعايه ادامس. المهم يا جماعه انا خلصت، هذه هي ليميسيون ان شاء الله تتطور بكم انتم طبعا. هيا لافروش ان شاء الله، تلاقوا في رواحكم. اخويا يعطيكم الصحه على الحصه هذه، والله انا عندي كانت عندي مرض.